اكس راي زي ما اتفقنا ثلاث حاجات يا اكروميجيا يا هيموليتيك انيميا يا روماتويد. اللي قدامنا ده نورمال. الايد دي نورمال. ايه مواصفات الايد النورمال؟ تعالوا نشوف. نمره واحد الجوينتس نورمال. يعني ايه نورمال؟ يعني بريزيرف جوينت سبيس. لان في الارثرايتس بيحصل لوس اوف ذا جوينت سبيس. اثنين سموث ارتكيوليتنج سيرفيسز. سموث ارتكيوليتنج سيرفيسز لان في الارثرايتس بيبقى في الريجولار ارتكيوليتنج سيرفيسز. ادي واحد. حتى الكلام ده ينطبق كمان على الريست جوينت. لان انت عندك ديستال انترفالينجال جوينتس، بروكسيمال انترفالينجال جوينتس، ميتاكاربوفالينجال جوينتس اند ريست جوينت. ده اللي هو الريست جوينت. الريست جوينت زي ما قلنا قبل كده في الروماتولوجي، زي ما حضرتوا معايا كلكم حصه الروماتولوجي، قلنا ان الريست جوينت عباره عن كومباوند جوينت بتتكون من راديو ألنر جوينت، راديو كاربال جوينت، ألنو كاربال جوينت، انتر كاربال جوينت، وكاربو ميتاكاربال جوينت. وهو مركب. لما بيحصل ارثرايتس بيحصل لوس اوف ذا جوينت سبيس. فكل الكلام ده ما بنشوفش الفواصل السوداء دي اللي ما بينهم، فيقول لك ده امالجاميتد كاربال بونز. امالجاميتد يعني سايحين على بعض. في الارثرايتس لانه بيفقد الجوينت سبيس اللي موجود فيه بيعمل لي امالجاميتد كاربال بونز. فهنا ده نورمال. ادي الوصف بتاع النورمال جوينت. نيجي بقى على السمول بونز اوف ذا هاند. اولا الميتاكاربال بونز والفلانجيز هيبقوا باي كونكيف، ليهم ويست من اليمين ويست من الشمال. الحاجه الثانيه الكوركس بتاعهم ثيك كانه مرسوم بالتباشير اهو، والمظله اللي جوه ثين وافتح شويه. الابيض اللي بره ده السوفت تيشو شادو طبعا، وملحوظه ان الديستال فالينكس اهو شكله عامل زي العسكري بتاع الشطرنج. طيب ايه الابنورمالتيز اللي هنقابلها؟ اول حاجه عندي الروماتويد، اسف، اول حاجه عندي الاكروميجالي. والاكروميجالي مش هنلاقي اي مشاكل في الجوينتس، الجوينتس نورمال. لكن هتلاقي برودنينج اوف ذا فالانجيز اند ميتاكاربال بونز. ممكن تلاقي ثيك كوركس. والاضافه الى كده هتلاقي مشرومنج اوف ذا ديستال فالينكس. يعني بدل ما هو زي عسكري الشطرنج هيبقى له عامل زي المشروم او زي الامبريلا من فوق. ممكن تلاقي ثيك سوفت تيشو شادو. وهو اقرب اكس راي للهاند من النورمال. لما تلاقي في الامتحان هاند نورمال اعرف انها اكروميجا. اهي شايفين؟ البونز تخينه. يا نهار ابيض، يعني ده بتكربو البون دي ولا فيمر؟ كبيره جدا. حاجة تانية there is mushrooming of the distal phalanx. مشروم يعني ده المشروم. خلاص؟ نمرة ثلاثة ان thick soft tissue shadow. نمرة أربعة reserved joint space و smooth articulating surface. يبقى plain x-ray. حاول تعمل لي زوم شوية. plain x-ray of the hand showing broad metacarbal bones and phalanges with mushrooming of distal phalanx, thick soft tissue shadow and preserved joint space and smooth articulating surfaces. التشخيص acromegalic hand. acromegalic hand. تاني فيلم عندي اللي هو الهيموليتيك انيميا. انا هرجع للنورمال تاني واوصف لك الهيموليتيك انيميا قبل ما اوريها لك. الهيموليتيك انيميا بيحصل expansion of the medulla صح؟ اوف ذا بون مارو. فيحصل برودنينج اوف ذا ميدالله وثيننج اوف ذا كورتكس، والميتاكاربال بونز والفالنجيز بشكلها ريكتانجلر وتفقد النورمال كونكافتي او النورمال ويست بتاعها. كانسلس بون اللي جوه الفراغات اللي بينه هتوسع نتيجه انه مليانه بون مارو، تديني زي الموزايك، بتسمى الموزايك ابيرنس.
فشكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. بلين اكس راي، العبوا بالزوم ها عشان تشوفوا الحاجات قريب. بلين اكس راي اوف ذا هاند شوينج ريكتانجولار فلانجيز اند ميتاكاربال بونز، فيلينج اوف ذا كورتكس، برودنينج اوف ذا ميدلا اند ذا موزايك ابييرنس. The joint spaces are normal with smooth articulated surface. يبقى ده هيموليتيك انيميا. اللي بعدها زيها. Plain X-ray of the hand showing rectangular shape, metacarpal bones and phalanges with loss of the normal concavity of the normal waist, broadening of the medulla, thinning of the cortex and the mosaic appearance. التشخيص hemolytic anemia. طبعا مفيش مانع انك تذكر ان دي الطفل لان الكارتج لسه غايه ما قفلتش. ثالث حاجه الروماتويد. الروماتويد دي بلين اكس راي اوف ذا هاند showing loss of the joint space, loss of the joint spaces of the proximal interphalangeal والmetacarbophalangeal والjoint with irregular articulating surfaces and subchondral sclerosis. الابيض ده subchondral sclerosis and juxta-articular osteoporosis. الاسود ده juxta articular, juxta again, osteoporosis. There is pan compartmental wrist affection with amalgamated carpal bones. There the deformities appear in the form of subluxation and ulnar deviation. ممكن تلاقي بوتونيير او سوان نيك او زيت شيبد ثم. كل ده يذكر وبعدين في الاخر تقول روماتويد ارثرايتس. بعد كده البيج جوينت. بيج جوينت ده النورمال نيم. لاترال فيو عباره عن سمول ارتكيوليتنج سيرفيس بريزيرف جوينت سبيس حتى لما بين الباتيلا والفيمر. ودي السمويد بون هارت. يبقى ده نورمال. ده نورمال برضه بس فرونتال فيو. سموز ارتكيوليتنج سيرفيسز بالزيربت جوينت سبيس. الاوستيو ارثرايتس الحاجه الوحيده اللي تيجي في البيج جوينت. نارو جوينت سبيس هنا وهنا اهو نارو. سب كوندرال سكليروزس. جاكستا ارتيكولار اوستيوبروزس ده غير الاوستيوفايت فورميشن. هنا وهنا. شايفينها؟ اوستيوفايت فورميشن يبقى ده اوستيو ارثرايتس. اوستيو ارثرايتس اوف ذا نين. بلين اكس راي اوف ذا رايت هيب شوينج ناروينج او لوس اوف ذا نورمال جوينت سبيس سب كوندرال سكليروس جاكستا ارتيكولار اوستيوبروزس ويز اوستيوفايت فورميشن هنا وهنا. التشخيص اوستيو ارثرايتس اوف ذا هيب. ده لامبر سباين لاترال فيو نورمال. ايه هو النورمال؟ نوصفه ازاي؟ اولا الفرتبرال بوديز ريكتانجلر ان شيب مربعه. المفروض الدورسال سباين هنا بس مش باين. الانترفرتبرال ديسك يتميز بالاتي: واحد ريديولوسن ما يبانش. ما يبانش بس اللي حصل فيه كالسيفيكيشن. اثنين ارتفاعه تلت ارتفاع الفرتبرال بادي. ثلاثة ان هو بيوسع كل منزل تحت. ده اضيق من ده اضيق من ده كل عمال يوسع بس يرجع يضيق تاني في اخر واحدة اللي هي اللامبو سيكرا عشان يبقى ثابت البادي ويت يبقى ثابت على البلتس. بس تلاحظ ان هو من ورا اضيق من قدام دايما. بيدي صوره من صور الويدجنج
عليه علشان يعمل لي النورمال لمبر لوردوزس. لو ما كانش في هذا الويت جيم ما كناش حصل النورمال لوردوز ده، ما كناش شفناه. طريقة العادي اما من عند السكرم تحت اللي 5 اللي 4 3 2 1 يا اما من اللاست ريب فوق لو باين يبقى ال 1 2 3 4 5 طريقة العادي. التلات ابنورمالتيز اللي ظهروا في اللاترال فيو اللي هم الاوستيوبروزس والويدج فراكشر والسبونديلوزس. الاوستيوبروزس بيبقى فيه جنراليز ديكريز ان ذا بون دينستي بيسموه راري فاكشن، والابر اند لور بوردرز اوف ذا فيرتبرال بوديز ار انكروتشد ابون فروم ذا سنتر. بيبقى ده كونكيف من فوق وده كونكيف من تحت كده، بيبقى شكلها الانتر فيرتبرال ديسك يبقى وايد واديني منظر كود فيش سباين، كود فيش سباين باتر. الحاجة الثانية اللي هي الويدج فراكشر. الويدج فراكشر بتلاقي ريدكشن اوف ذا انتيريور بوردر بتاع الفيرتبرال بادي عامل زي الويدج. ده ثلاث اسباب، تيومر اللي هو الميتاستاسيس وتروماتيك وتيوبركلس. الميتاستاتيك بيبقى بعاد عن بعض، يعني مثلا واحدة هنا واحدة هنا فيها ويدج فراكشن، وتلاقي الانتر فيرتبرال ديسك نورمال لان الميتاستاسيس بيبقى في البون مش في الكارتج. التيوبركلس بيبقوا اثنين جنب بعض لان التي بي معدي، وتلاقي فيه ريزوربشن للديسك. الترماتيك بتبقى واحدة بس اللي مكسورة، يبقى الديسك اللي حواليها نورمال. تالت حاجة السبونديلوزس. السبونديلوزس يبقى هنا في مادة اللي هو النيوكليس بالبوزس حصل لها بلج هرنيشن، طبعا الانترفيرتبرال ديسك يهبط يضيع يحصل ناروينج في الانترفيرتبرال ديسك. حاجة تانية، الحاجة اللي طلعت دي ما بتبانش لكن البون جروس عليها من فوق ومن تحت يدي اوستيفايد فورميشن يسموه ليبنج. طبعا الوجع اللي بيحصل نتيجة الكومبريشن على النيرف بيعمل مصل سباز، من المصل سباز يفقد السباين نورمال كيرفيتشر يعمل ستريتنج. وساعات تلاقي سب كوندرال سكليروزس كده. فتعالى نشوف قدامنا دي اوستيبروزس بلين اكس راي اوف ذا لامبر سباين لاترال فيو شوينج راري فاكشن اوف جنراليز ديكريز ان ذا بون دينستي. The upper and lower borders of the vertebral bodies are concave, giving the good fish spine better, سمكة اهي، with increase في intervertebral disc. التشخيص osteoporosis. ادي واحدة تانية اهي. Plain X-ray of the lumbar spine, lateral view, showing generalized decrease in the bone density, اللي هو الراريفاكشن. The upper and lower borders of the vertebral bodies are encroached upon from the center. يؤدي مما يؤدي الى انكريز في الانترفيرتبرال ديسك اند كود فيش سباين باترن. الليست اللي انتم شايفينه ده الكولونيك جاس، يبقى ده اوستيوبروزس. بلين اكس راي اوف ذا لامبر سباين لاترال فيو شو ويدج فراكشر في السكند والفورث فيرتبرال بوديز with normal intervertebral discs most probably due to metastasis of the bone. Plain X-ray of the lumbar spine lateral view showing wedge fracture في ال vertebral body number كذا، طبعا هتعدي من عند ال last rib من عند السكرم بتاعها، with normal intervertebral discs most probably traumatic. اما الاسود ده برضه الكلونيك جاسس، لا طبعا الفيلم مش هيجي لك مركز عليا على الحته دي كده، هيجي لك فيلم كامل. يعني شايف اللمبر كله. بلين اكس ريف ذا لمبر سباين لاترال فيو شوينج برضه ويدج فراكشر غالبا دي في ال 5 ان السكرم وقع. طبعا هنا في ناروينج للانترفيرتبرال ديسك ممكن يكون تيوبركلس. ميبي. طيب امال لو عندي بقى لامبر سباين فرونتال فيو زي ده ده نورمال، هتلاقي الفيرتبرال بوديز اهي واللي زي دمع العين ورا دي الدورسال سباين. المفروض ان في انتر سباينس ليجامنت او يسموه فيرتبرال لونجيتيودنال ليجامنت ما يبانش الا حصل فيه كالسيفيكيشن.
وده بيحصل مع الانكيلوزنج سبونديلايتس. المفروض في يمين وشمال برضه هنا ليجمنتس ما تبانش الا اذا حصل فيها كالسيفيكيشن او اوسيفيكيشن. تعمل لي بريدجز كده ما بين الفيرتبرال بادز وبعضها، نوع من البريدجنج اوستيفايت سموه سندزموفايتس، وده برضه بيحصل مع الانكيلوزنج سبونديلايتس. الانتر فيرتبرال ديسك زي ما انتم شايفين ارتفاعها تلت الفيرتبرال بادي وريدي لوسنت. تبقى ريدي اوبيك امتى؟ لو برضه فيها كالسيفيكيشن، وده برضه بيحصل مع الانكيلوزنج سبونديلايتس. التلات حاجات اللي انا قلتهم دول لو حصلوا يعملوا لي حاجه اسمها البامبو سباين. طيب لما نيجي نبص على السيكرو ايليك جوينت هتلاقي فيها خط اسود اهو، خط اسود اهو. ده الارتكيوليشن ما بين السكرم وبين الايه؟ الايليك بون. طبعا لو في انكيلوزنج سبونديلايتس هيحصل هيزنس في الارتكيوليتنج سيرفيسز ثم سودو وايدرنج، تبدو الجوينتس بس انه واسع لكن هو مش واسع، وبعدين يحصل كومبليت فيوجن بقى في الاخر. ده يجي مع السكرو إليتس اللي بيحصل مع الانكيلوزنج سبونديلايتس. بيتسمى سكرو إليتس. تعال نبص كده نشوف الوضع ايه. اولا في اللاترال فيو برضو اهو نسينا نوري النمبر سبونديلوزس. ناروين في الانترفيرتبرال ديسك بتوين ال كذا وال كذا بيتعدوا مع سب كوندرال سكليروزس مع ليبنج او انتير اوستيفايد فورميشن، وممكن تلاقي لوس اوف ذا نورمال لوردوزس نتيجه الماسل سباز بتبان لما الفيلم يبقى على بعض. سموه ليبنج، الليبنج يتقال على انتير اوستيفايد ده. ده في اللاترال فيو. لامبر سبونديلوزس. ادي يا جماعه البامبو سباين. بلين اكس راي اوف ذا لامبر سباين فرونتال فيو شوينج كالسيفيكيشن اوف ذا انتر فيرتبرال ديسك، كالسيفيكيشن اوف ذا انتير فيرتبرال ليجامنت او الانتر سباينس ليجامنت، سيندزموفايتس على الجنبين giving the bumbus spine pattern. في نفس الوقت في complete fusion في السيكرو ايليا جوينت، مفيش الخطين السود اللي قلنا عليهم. ده معناه سيكرو ايليايتس، وده اول جوينت بيتضرب في الانكيلوزنج سبونديلايتس. بامبو سباين وسيكرو ايليايتس انكيلوزنج سبونديلايتس. ادي كمان واحد بامبو سباين اهو. ادي الكالسيفيكيشن في البرتبرا لونجتيودنال ليجمنت، وادي السندزموفايتس، وادي الكالسيفيكيشن بتاع الانتر فيرتبرال ديسك، ادي البامبو سباين، وادي الكومبليت فيوجن بتاع السيكرو ايليا جوينت اللي هو السيكرو ايليايتس اللي بيحصل برضه مع الانكيلوزنج سبونديلايتس. ادي سيكرو ايليا جوينت لو جالك في الامتحان يبقى سيكرو ايليايتس على طول بتاع انكيلوزنج سبونديلايتس اللي هو كومبليت فيوجن في الليفت سيكرو ايليا جوينت، وهنا سودو وايدنج هنا مع هيزنس او فازنس في السيكرو ايليا جوينت. سيكرو التشخيص سيكرو ايليا جوينت ديتو انكيلوزنج سبونديلايتس. ده مايلوجرافي طبعا خدتوه في البارابليجيا اول مره تشوفه اهو، وادي الاكسترا ميدالري كومبريشن جاي من هنا. اكسترا ميدالري كومبريشن. دي سيرفايكال سباين لاترال فيو ما بيجيش غيرها. نعرفها ازاي؟ بتخلي السكال متصوره فوق بتبقى كامله بقى، احنا هنا شايفين حته منها. بنعد من فوق هنلاقي طبعا سي 1 2 3 4 5 6 7. لو ناخد بالنا نلاقي ما بين 5 و6 و6 و7 في نارو انتر فيرتبرال ديسك وليبنج الاوستيفايد فورميشن وستريترنج تيودو ماسل سبازم، يبقى ده سيرفايكال سبونديلوز ما بين 5 و6 و6 و7. لين اكس راي اوف ذا لام اوف ذا سيرفايكال سباين لاترال فيو شوينج ناروينج اوف ذا انتر فيرتبرال ديسك ما بين 5 و6 و6 و7 انتيريور اوستيفايد فورميشن اللي هو الليبنج with loss of the normal lordosis at the lower cervical spine due to muscle spasm. التشخيص cervical spondylosis ما بين 5 و6 و6 و7. plain x-ray of the normal skull. اللي تحت ده البيز واللي فوق ده الفولد. البيز من قدام لورا سوبرا اوربيتال روف الابيض ده سيلا تيرسيكا ليها سنجل فلور زي ما انتم شايفين سنجل فلور وليها انتيرور اند اوستيرور كلينويد بروسيس. دي يا جماعه حجمها 11 مللي يعني يا دوبك تنفذ الصباع الصغير. البيضه قوي دي البيتراس بون
والكافيتي اللي ورا ده البوستيريور كرينيال فوسا. نمره واحد دي فرونتال اير ساينس، ونمره سته دي ماكسيلري اير ساينس. اللي فوق ده الفولت لو ان انر تيبل واوتر تيبل، ودي بلوك سبيس الاسود اللي في النص ده النورم. لما نيجي نقرب الاسئله تيرسيكا اكتر هنلاقي ان جايه سنجل فلورايد وانتيرو بوستيريور كلينويد بروسس، الابيض اللي ورا ده اللي بيترسبورت. Plain X-ray of the skull lateral view showing thinning of the outer table, widening of the diploic space, and hair on end appearance. يبقى دي hemolytic anemia اللي هي بتيجي مع البيتا ثلاسيميا ميجر. Plain X-ray of the skull lateral view showing prominent occipital protuberance, pneumatization of the frontal and maxillary air sinuses, prognathism. طبعا لو في ما كانش في الورقه دي كنا شفنا الوايت سيبريشن اوف ذا تيث. نقرب اكتر عشان نشوف الساينز اوف انكريزد انتراكرينيال تنشن نتيجه البيتيوتري تيومر. نلاقي هنا بيتن سيلفر او فينجر برينتنج ابييرنس، بيتن سيلفر او فينجر برينتنج ابييرنس. طبعا ممكن يجي الفيلم ده لوحده مع وايدنج الكورونال سوتشر كده نتيجه انكريس الانتركرينيال تنشن. نقرب اكتر عشان نشوف البالونينج اوف ذا سيلا تيرسكا جيفينج دبل فلور باتر، المفروض هي سنجل فلور وساعات يكبر قوي يعمل بالونينج اند ريزوربشن اوف ذا فلور. ده يجي مع الاكروميجالي، كل الكلام اللي احنا شفناه ده بيجي مع الاكروميجالي. دي مالتيبل مايلوما عباره عن حاجه اسمها سولت اند بيبر ابييرنس. تلاقي بلين اكس راي سكال لاترال فيو شوينج مالتيبل سمول يونيفورم راوندد ريديلوسنسز جيفينج ذا سولت اند بيبر ابييرنس. التشخيص مالتيبل مايلوما ويخش في ديفرنشال دياجنوز مع حاجتين، الهايبر باراثيرويديز والميتاستاتيك ليجن. الميتاستاتيك ليجن بس بيبقى الريجولر ما بقاش مدور كده، تسمى موث ايتن ابييرنس. موث ايتن اكل العده، موث يعني يعني عده. وادي واحده ثانيه اهي زيها برضو بس دي جامده شويه، ترانسلوسنس ان ذا سكال راديجراف مالتيبل مايلوما. تكتب الاثنين على اي حاجه. دول لو جالك فوت يبقى جاوب توصف الارثرايتس ازاي بتاع الروماتويد. دول السلينيوس البطن لكن تعرفيني موسوس وانتوا عارفين بطول، فما ينفعش ان انا ما اطولش. حصه قصيره اتصرف ازاي عشان اطولها؟